كيف يبلش صباحك مع مرتك؟ اقسم بالله كنت عارف. اقسم بالله والله العظيم من اول ما جبت لي هذا لونه اورانج عرفت انه في خازوق من وراء السؤال. لا يا خيي شو حدا كيف ببلش بالصيام ولا بلا صيام؟ عادي كيف ببلش نهارك يعني صباحك مع مرتك؟ يعني استغفار والحمد لله وحسبنات ومسبحه وما مسبحه كل هول ايه الحمد لله. هيك بدي اسالك سؤال، عاده المره الصبح اي ساعه بهيك تبلش النا؟ هي اساسا 24 ساعه اون ما في اوف، هو اون ما بيطفي هذا الدوشانتير 24 ساعه تريفا زي يا معلم. رايك انت مش من ورا الرجل؟ خلص بقوله بشقة ثيابي والله بشقة ثيابي. لا كيف يبلش صباحك مع مرتك؟ يا حبيبي من السؤال، يا حبيبي من السؤال. شو قلنا؟ كيف ببلش صباحك؟ بجنن سؤال صباحي مع مرتي. شو؟ منيح كثير. أي أحلى، الشغل ولا مرتك الصبح؟ الصبح. الصباح؟ لا مرتي. هيا بيناتنا، إذا عم يحكي حقيقة اكتبوا لنا بالكومنتات. لا مزبوط. ثانكيو لك. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ الصبح بس تفيق، هيك كيف ببلش نهارك؟ وجع راس. شو؟ وجع راس. الله. الله كل هول. برايك ليش المره بتنق هيك؟ تكون عجزانه اولاد وجع راس. طب انت موفر لك كل شيء لحتى ما تنق؟ ما احنا عايشين بالمانيا، شو وفر لك؟ كل شيء موفر لها يعني. وبالمانيا وبتنق؟ بتنق. يا لطيف، ما مش عم صدق. بالمانيا المدام وبتنق؟ بتنق. وكل شيء موفر لها وبتنق؟ بتنق. يعني ما بايدها؟ لا. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ يعني بس تطلع هيك الصبح كيف ببلش نهارك؟ ريلاكس مرتك طبعا. ما بتنقص؟ لا ابدا الحمد لله. امتى يبلش النق عند النسوان؟ ما في نق يا زلمه عند النسوان. عم بقول انا امتى ببلش النق؟ من اي ساعه؟ من اي ساعه؟ من الفجر يعني بتنقص. ريجك عزه. ثانك يو لك. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ يا خيي بالنق يجيب لي واجار البيت كذا، وعرفت كيف؟ هيدي هي الحالة. عندها يعني بدنا يا خي شو بدنا نعمل؟ الله يفرشها يا رب. طلق لازم نطلق لها. طلق بتريح راسك. انا لك المرة اللي بتنام ما بحبها خلاص. انا طبعي هيك يا خي. بنطلق لعيونك. ليه بدك تنقي؟ عندك قمر عيون جمال، ليه بدك تنقي؟ لك ليه بدك ايه بوفر لك ايه؟ وسيارة وجايب لك وشوفير وحاطط لك. اي والله ثانكيو لك حبيبي. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ كيف ببلش هيك الصباح مع مرتك؟ صباح الخير يا عمري، عندي وعندي وعندي. هي حلو. ببلش هيك عندي وعندي وعندي سكادجول. اذا قلت اذا بتوعدها انت اخر النهار تجيب لي اياهم، اذا جبتهم ماينس الله يساعدك. مصيبة هاي والله مصيبة. احنا كنا عم نسأل سؤال انه كيف ببلش صباحه للرجل، ولكن في بعض الرجال بيقولوا انه المرأة بتنق او مثلا متطلبة اكتر. برأيك انت مزبوط الكلام، مين بنق اكتر؟ هلا اذا المرأة بتنق انه في سبب اللي عم تنق، اكيد الرجال كمان بيكون عامل شيء تيزعله، بس كمان الرجال بنق، كله بنق، ما في حدا مين ما بنق. يعني اثنيناتهم متساويين 100%. اثنيناتهم بنق صح. وشو الحل؟ ما في حال. ما في حال. هيك تقبلوا وعيشوا. ثانك يو. ثانك يو. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ مرتي احلى صباح. قال لي مرتي ما بتزعلني ولا بزعلها، احلى صباح مرتي. واذا ما كل يوم تصبحت فيها ما فيني كفي نهاري الشغل. روح مدام. اذا عم بيحكي الصح اكتبي لنا بالكومنتات. اكتبي وما تخافي اذا عم بيحكي الصح ولا لا. واليوم عملتنا احلى فطار الست ام احمد، احلى فطار ساعتين الشوربه الطيبه. قرب يا حبيبي. ثانك يو اسكالوب. كيف ببلش صباحك مع مرتك؟ اول شيء بدق له منبه من في نعمل قهوه بنشرب قهوه. انا بمشي على الشغل وهي بتضل بالبيت. ببلش صباحي يعني عندها نكد يعني بتناقشي؟ ما بتناقشي. لا لا لا. طيب ليك بدي اسالك سؤال، انا عاده النسوان اي ساعه ببلشوا ينقوا؟ في منهم ملائكه ومنهم الزلم بخليهم ينقوا. ايوه هلا انا فهمت منك الموضوع، طلع السبب كله هو الرجال اللي بخليهم ينقوا. انت
طب ما انت بتفيق بكير، حط المصاري على الطاوله، الا هيدا مصروف اليوم وهيدا مصروف لك، وتسهل على شغلك. ليه بدك توجع راسك وتخليها تنق عليك؟ صح؟ لا لا ما ب... الحمد لله ما بتنقش انا، الحمد لله ما... لا لا الحمد لله ما بتنقش. لو ما حط الله مصاري ما بتنقش. لا الحمد لله. سلمت.